نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي لرجاء نفع أو لدفع مضرة الله ينفعني ويدفع ما بي كالشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم آحاد التقى الأواب هذا الصحيح ومن يقول بمثله صاحوا عليه مجسم وهاب نسبوا إلى الوهاب خير عباده يا حبذا نسبي إلى الوهاب الله أنطقهم بحق واضح وهم أهالي فرية وكذاب أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محج سنة وكتاب وهي التي قصد النبي بقوله هي ما عليه أنا وكل صحابي وهي التي قصد النبي بقوله هي ما عليه أنا وكل صحابي قد واضع عباد القبور ورهطهم توحيدنا لله دون تحابي عجزوا عن البرهان أن يجدوه إذ فزعوا لسرد شتائم وسباب وكذاك أسلاف لهم من قبلكم نسبوا لأهل الحق من ألقاب سموا رسول الله قبل مذمما ومن اقتفاه قيل هذا صابي الله طهرهم وأعلى قدرهم عن نبذ كل معطل كذاب الله سماهم بنص كتابه حنفاء رغم الفاجر المرتاب ما عابهم إلا المعطل والكفور ومن غوى بعبادة الأرباب ودعا لهم خير الورى بنضارة ضمت لهم نصرا مدى الأحقاب هم حزب رب بالعالمين وجنده والله يرزقهم بغير حساب هم حزب رب العالمين وجنده والله يرزقهم بغير حساب وينيلهم نصرا على أعدائهم فهو المهيمن هازم الأحزاب إن عابهم نذل لئيم فاجر فإليه يرجع كل ذاك العاب ما عابهم عيب العدو وهل يضير البدر في العلياء نباح كلاب يا سالكا نهج النبي وصحبه أبشر بمغفرة وحسن مآب وهزيمة لعدوك الخب اللئيم وإن يكن في العد مثل تراب يا معشر الإسلام أوبوا للهدى وقفوا سبيل المصطفى الأواب أحيوا شريعته التي سادت بها أسلاف فهي شفاء كل مصاب ودعوا التحزب والتفرق والهوى وعقائد جاءت من الأذناب فيمينها لا يمن فيه ترونه ويسارها يأتي
يأتيكم بتباب إن الهدى في قفو شرعة أحمد وخلافها رد على الأعقاب جربتم طرق الضلال فلم تروا لصداكم إلا بريق سراب والله لو جربتم نهج الهدى سنة لفقتم جملة الأتراب ولهابكم أعداؤكم وتوقعوا منكم إعادة سائر الأسلاب أما إذا دمتم على تقليدهم فتوقعوا منهم مزيد عذاب وتوقعوا من ربكم خسرا على خسر وسوء مذلة وعقاب هذه نصيحة مشفق متعتب هل عندكم يا قوم من اعتاب ومن البلية عذل من لا يرعوي ولدى الغوي يضيع كل عتاب وزعمتم أن العروبة شرعة وعقيدة تبنى على الأسباب لا فرق بين مصدق لمحمد ومكذب فالكل ذو أحساب فيصير عندكم أبو جهل ومن والاه من حضر ومن أعراب مثل النبي محمد وصحابه بئس الجزاء لسادة أقطاب فيصير عندكم أبو جهل ومن والاه من حضر ومن أعراب مثل النبي محمد وصحابه بئس الجزاء لسادة أقطاب بل صار بعضكم يرجح جانب الكفار من سفل ومن أوشاب بل صار بعضكم يرجح جانب كفار من سفل ومن أوشاب ماذا بنى لكم أبو جهل من المجد المخلد في مدى الأحقاب إلا عبادته لأصنام وإلا وأدهم لبناتهم بتراب وجهالة وضروب خزي يستحي من ذكر أدناها ذو الألباب أفتعلون ذو المفاخر والعلا بحثالث كثعالب وذئاب أفتعلون ذوي المفاخر والعلا بحثالث كثعالب وذئاب اللؤلؤ المكنون يعدل بالحصى والند والهندي والأخشاب بدلتم نهج الهدى بضلالة وقصور مجد شامخ بخراب ولقد أتيتكم بنصح خالص يشفيكم من جملة الأوصاب وإخالكم لا تقبلون نصيحتي بل تتبعون وساوس الخراب انتهى كلامه البديع وقصيدته العصماء رحمه الله تعالى وغفر له والحمد لله رب العالمين.